11 متاع الصباح، تحيه لكم انتم اللي تحقتوا بينا في الاستماع كيف العاده على فريكونس نتاعنا، ولا تابعونا زاده على الباج فيسبوك راديو مات يونزي. وتميز اخر للمراه التونسيه خارج تونس المره هذه رياضي في كره السله في مجال التحكيم. دونك اليوم نحكيوا على حكمه تونسيه دوليه يقع اعتمادها من قبل الاتحاد السعودي لكره السله. حاولوا نعرفوا اكثر تفاصيل على المسيره هذه. معنا بالتليفون الحكمه التونسية سيرين نوير. مرحبا سيرين، صباح النور. صباح الورد، شو احوالك؟ الحمد لله لاباس انت؟ الحمد لله. دونك نقول لك برافو، نقول لك يعطيك الصحة على التميز هذايا لأول مرة كحكمة تونسية في الأراضي السعودية. خلينا نحكيو شوية على التجربة نتاع سيرين قبل السعودية وبعد التحاقك في التحكيم في السعودية. ألو. مرحبا مرحبا سيرين، معاك. شكرا على الاستضافة وميرسي بوكو. والله شو نقول لك، والله أنا ساعة فرحانة لأن تم اعتمادي في الدور في نهائيات الدورة النسائية لكرة السلة. هذه ثاني موسم بالنسبة لهم. تجربة كانت حلوة برشا الحق تاع ربي، و وإن شاء الله الحمد لله اللي أنا كنت في المستوى. المسيرة من تونس للسعودية، معناتها التحكيم، غرام التحكيم بالنسبة ليك شنو بالضبط سنين؟ تحكيم غرام كبير. الغرام بدأ بكرة السلة، كنت لعبة فترة 13 سنة. بعدك كينا مشيت للفاكولتي، فولي أنا كنت نسكن في العاصمة، وبعدك كي نقلت وليت في الفوايي، دونك ما نجمتش نلتزم على الفريق متاعي، وليت ما نجمتش نبعد على الباسكيت، ما نجمتش، قلت نكمل في التحكيم. الحق ماما أول واحدة شجعتني باش نعمل التحكيم، وبديت أول خطوة وبديت بشوية بشوية، وبعدك الحمد لله يا ربي خذيت الشارة الدولية في 2021، الحمد لله يا ربي. حكمت مباريات في البرو آ النادي الإفريقي، الملعب النابلي، اتحاد مناسي، الدالية الرياضية بغرامبيليا، فرق معناتها الكبار متاعنا، الرابطة المحترفة الأولى في تونس. ومهمة التجربة هذيك مع الفرق هذه؟ أكيد مهمة. أكيد أكيد مهمة، وسخطوا لي كان عندنا تأثير كبير للحكام في تونس، يعني مشكور سيد علي البنزرتي على المجهودات اللي قاعد يقوم بها. بالمناسبة نحب نهنيه بالمنصب الجديد اللي خذاه، ولا نائب رئيس الاتحاد العربي. وعنا مؤثرين كبار كما سيل هادي الهمامي اللي كان يقري فينا، وعنا سهيك القسنطيني حكم دولي، والحين وطول رئيس لجنة التحكيم في تونس. يعطيهم الصحة. والله يعطيهم الصحة، مجهودات كبيرة. وهذا لليوم اللي خلينا نحكيه على سيرين نوير، معناتها من تجربة في تونس تلقى روحها في السعودية. دونك انت قلت لي اللي الدوري السعودي النسائي معناتها لكرة السلة معناتها ما عندوش برشا، عنده عامين. هذا الموسم الثاني. وهذا الموسم الثاني رسميا، يعني عامين كنا اول موسم، الثاني كنا الموسم الثاني. والله كيفاش لقيت الاجواء؟ هو ما شاء الله عليهم إمكانياتهم كبيرة حق متاع ربي. أنا فرحانة لنلقى روحي، نلقى اسمي بين في قائمة فيها 18 ولا 20 سبعة رجال و12 بنية. فهمت؟ الحمد لله يا ربي. بديت بالمباراة الافتتاحية، كانت مباراة الحق، يعني المسؤولية كبيرة على خاطر هذيك الواجهة متاع الدورة، معناتها المستوى باش يكون هكا، رانا باش نكونوا النيفو نتاع الحكام قوي، راه عندنا حكام باش يسيطروا على الدوره، باش لعبت تاخذ الانتباه الاولاني. احنا كي كملنا الماتش الافتتاح، جينا رئيس لجنه التحكيم سي ابراهيم
شيخي قالنا يعطيكم الصحة. أنا من الأول كنت كنت هكا معناتها متوتر شوية، ما يعرفنيش أون فان كونت، هو يعرف صحيح هكا دولية، ما هوش شخصية ما يعرفكش معناتها شخصيا ما يعرفنيش. ومن بعدك الحمد لله قال يعطيك الصحة وبرافو وكنت عند حسن الظن. صعيبة اللحظات هذيك سيرين، معناتها عايشنا فيها، معناتها كيفاش معناتها تحكم لي أول مرة، كما قلت أنت فما ضغط، فما ناس تراقب، فما سمعتك في الميزان، فما مانيش وحدي، ماشية باسم تونس، عرفت؟ أول شيء مباراة افتتاحية، أول مباراة دونك العينين الكل عليها، العينين الكل عليها، صح صحيتك. العباد الكل تستنى شنو المردود نتاع الحكام، شنو المردود نتاع الفرق، خاطر هما زاد جابوا الدعم، راهو فما اجانب لاعبين اجانب من امريكا ومن صربيا ومن لبنان، وعنا تبارك الله محترفات نتاعنا التوانسه، عنا سلمى مصريه وعنا خلود مفتاح، تحيه لهم، منورين الدنيا، السنين وصلوا للنهائيات. الحمد لله يا ربي، قلت لك في الليسته هذيك كلهم سعوديين، كان انا الاجنبي، الحكمه الاجنبيه الوحيده. وبديت بالمباراه الافتتاحيه وكملت في المربع الذهبي بالتحكيم في نصف النهائي، الحمد لله يا ربي. تخبي واحنا ريناك في التصويره ديجا، انت هبطت على الفيسبوك مع لاعبتنا التونسيات معناتها اللي موجودين، معناتها خلود ديجا موجوده معك في التصويره ديجا، حاجه تفرح برشا. اي كذا بنت بلادي وروحي، وقول بصراحه تونس محلينا. صحيح والله، صحيح، تصويره مزيانه برشا، وهذايا اللي خلينا نقولوا لنجاح المراه التونسيه مازال متواصل في جميع المجالات. خلينا نحكيوا لهنا سيرين على اليوم، عندك مقابله انت؟ اليوم كملنا احنا الدورات، كملنا النهائيات الحمد لله يا ربي، وان شاء الله بعد رمضان كان هكا، ان شاء الله بعد رمضان ترجعوا. معناتها حكينا شويه على كره السله، عندها تقاليد في السعوديه ما عندهاش، هل بداوا انهم يبنيوا في الرياضه هذه معناتها بالامكانيات، بالاستقطاب كما كنتوا تحكيم لاعبات لاعبين؟ أول شيء هم الدورة كيفاش النظام عندهم، كيفاش فما في بداية الدورة تكون قبل التصفيات، معناتها قبل مراحل التأهل يكونوا اللاعبين كلهم محليين، وإلا المقيمين اللي الأجانب اللي عايشين هنا مقيمين، مقيم يعني يكون عنده إقامة سنتين أقل شيء، عامين، واضح فهمتني؟ ومن بعديك في التصفيات، ومن بعديك كي يتأهلوا الفرق المتأهلين للدور النهائي يجيبوا الدعم من برا، الأجانب كما قلت لك يجيبوا من أمريكا ومن صربيا ومن بلدان. هذا في مرحلة أخرى، معناتها في مرحلة ثانية. هذا في المرحلة الثانية. هما شنو فكرتهم؟ فكرتهم في الدور الأول إنه المحليين نتاعهم يكونوا يحظوا فرصة أكثر للعب والمشاركة في الدورة وكل شيء. معناتها باش يستانسوا بالريتم، باش يصنعوا، معناتها نقولوا احنا من الاول يصنعوا تجربه، مع ذلك يكون فما احتكاك بلاعبين اخرين عندهم تجربه كبيره. صحيح حكيك بالضبط. وزيد تبارك الله معناتها مسلطين عليهم الاضواء وعاطينهم دعم كبير وقاعدين يدعموا فيهم ماديا ومعنويا. يعني ما شاء الله في الصحافة وفي تويتر في كل شيء تلقاهم مدعمينهم ونشرين أخبارهم ويدعموا فيهم ماديا ومعنويا، تبارك الله ما شاء الله. يعني معناتها مشروع دولة كامل معناتها للرياضيين هذول. هذا هو، هي مشروع كبير سخطو للنساء، يحبوا يدعموا النساء، يحبوا النساء تطلع للرياضة. تلقى حظها انها تخدم، وعلاش ليه معناتها ما يكونش فما ابطال في الرياضه هذه. خلينا نختم معك لهنا سيرين، الطموحات سيرين، عندك غرام كبير، معناتها نحس في كلامك محبه كبيره لكره السله، وتوا عندك التحكيم، طموحاتك، الحلم القدام، معناتها شنو الاهداف اللي تحب توصل لها سيرين؟ ان شاء الله نقعد نواصل في التحكيم على المجال العالمي ان شاء الله يا ربي، ونور بلادي ونكون، وتعبي اللي تعبته ما يمشي في سلاح.
نتمنى نكمل نحافظ على الشارة الدولية اللي عندي، هذا أول شيء. ثاني شيء نتمنى نكون موجودة في تصفية كأس العالم على سلين إن شاء الله يا ربي، إن شاء ولا الله الإفريقية إن شاء الله إن إن شاء الله. شاء الله يا ربي. إحنا نتمنى له كل التوفيق والنجاح سيرين. هاي شكرا من فضلك. إن شاء الله يكون فما ثنية كلها نجاحات وكلها تميز ليك سيرين. إن شاء الله الحمد لله يا ربي. أنا فخورة لي، أنا تونسية، محلينا التوانسة. نحب نقدم تحية مثالش نسير شيء، تفضل تفضل طبعا. نبي نحب نشكر شكر خاص، أول شيء الماما اللي ديما واقفة معايا ودعمتني، ثاني شيء لزوج أختي إيمان حسن أسعد الفيفي، نشكره من صميم قلبي. وبالطبيعة نحب نقول لأخواتي نحبكم برشا، ونحب نقول لأختي أمينة جايزة نيفرسير اللي مع ميلادها. عيد ميلاد سعيد، هكاها عيد ميلاد سعيد لأختك، إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم، إن شاء الله كل التميز والنجاح. يعطيك الصحة، بارك الله فيك مرحبا سيرين، بكم. مرحبا يعيشك يعيشك سيرين، ربي يفضلك، نهاركم زين. يعيشك بارك الله فيك سيرين نوير، دونك حكمة تونسية دولية كنا نحكيو معها على تجربتها في المملكة العربية السعودية في مجال كرة السلة. التميز زاد متواصل، مش نقعدوا في الرياضة لا. المرة هذه مش نحكيه على كرة القدم، مش نحكيه على حارس مرمى تونسي وقع لفريق من الدرجة الثانية في الليغا الإسبانية في عمر 20 سنة، لقى ترحاب كبير من الفريق متاعه، عملوا له الفيديو متاعه رحبوا به. دونك نحاولوا نعرفوا أكثر تفاصيل على التجربة هذه شوي آخر في الويكاند.